نسمع نسمع عمار عمار البيري، لازلت معي ام انت معي على الهاتف؟ أنا معك اخي العزيز، انا في الاستماع. راك تسمع راي الضيوف الكرام في البلاطو الان هل فعلا انت في الشارع، رايت الشارع، مشيت مع الشارع، سافرت من ولايه لولايه، درت مسيرات في 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 48 ولايه ان صح التعبير، هل فعلا ان الماده 102 باقتراح من الفريق احمد قايد صالح هي ماده لا تكون في ربما لا تستجيب الطلبات الشارع الجزائري والشعب الجزائري؟ يعني موسى الحاج حاج موسى بن صالح لا يقبلونها وإن صح التعبير؟ تفضل يا أخي العزيز. وش راه نقولك أنا باختصار، المادة 102 هذه جاءت متأخرة جدا، ومطالب الشعب الجزائري يعني سلمها تصاعدي. أنا لا أتكلم باسم الحراك، لأن هذا الحراك حراك لا يقوده أي شخص، لأنه حراك عفوي للشعب الجزائري. المادة 102 جاءت متأخرة. أنا كرأيي الشخصي، كرأيي الشخصي أنا لا أقبل بهذه المادة. لماذا لا أقبل بهذه المادة؟ يعني أخي العزيز، لما تكون مريض تروح للطبيب يقول لك أقلع عن تدخين باستبدال الشمة، ما نقبلوهاش هذه. إحنا ما أنا شخصيا يعني لما المادة 102 تطبقها، عزل رئيس الجمهورية على أساس أنه مريض، منصب رئاسة الجمهورية فارغ، لازم يحكمها شكون؟ يحكمها عبد القادر بن صالح. وحنا قلنا لهم تروحوا كاع، حنا قلنا لهم هذا الناس ما بغيناهمش يا أخي العزيز، حنا بغيناهم يرحلوا كامل من المير إلى غاية الوزير. وأكد وأقول حاجة أخي العزيز، تفضل تفضل يعني مليح، تفضل بارك الله فيك. لو كان هذا النظام بغى يروح يعني يحفظ ماء الوجه نتاعو، واش يندار؟ يندار مجلس انتقالي من الشعب، من الحراك، وأكد وأقول من الحراك. نزيد نذكر حاجة أخي العزيز، علاه مجلس انتقالي؟ هذا المجلس تكون عنده قرارات شجاعة، هذه القرارات كما يلي: إعفاء جميع المتابعات. اسمح لي سي عمار، اسمح لي ما بقاطعك. المجلس انتقالي ينتخب أم يعين، ومن يعينه أو من ينتخبه؟ تفضل. معليش أخي العزيز، معليش اسمح لي. تفضل تفضل الضيف الكريم ناظر. تفضل. المجلس الانتقالي يا أخي العزيز، احنا عندنا 48 ولاية، هناك دكاترة، هناك ناس نظاف، هناك إطارات في الدولة، ولات الحياة الشعبية، ولات المدن الداخلية، ناس كما نقولوا احنا قادرين دي كومبيتو، قادرين، الشعب فايق فيهم يا أخي العزيز. نزيد نذكرك بحاجة، قبل عامين كانت لبيلتا كوتي ديال برونسي نيمو البياركي اللي راه يطلع لرئاسة الجمهورية من السلطات الأمنية باللي الشاب راه يوجد في حاجة في حراك، لماذا لا أدري. الحزب الحاكم اتخذ الإجراءات نتاعو، بدا يوجد في شبيبة بوتفليقة وشبيبة الأفلان، شبيبة ولد عباس، مناصرين ولد عباس إلى غير ذلك. هذم الشبيبة نتاع الحزب الحاكم، واش داروا؟ الشبيبة هذه أطروهم على بالهم باللي يجي نهار وهذا الشعب ينتفض، وجدوهم حوسوا يغرسوهم في الحراك. احنا ما نقبلوهمش هذم. احنا انا كرأيي الشخصي، اذا كان هذا النظام بغى يغادر يعني كما يقول لك يحفظ ماء الوجه، واش يدير؟ يديروا مجلس انتقالي منتخب من طرف الحراك في الولايات، ويديروا الناس نظاف، الناس اللي ما سرقوش، والناس اللي عمرهم لا مع يديهم نظيفة، يزيدوا يهضروا على حاجة يا أخي العزيز، المتابعات القضائية للمعارضين السياسيين اللي في الخارج. كما كاينين جزائريين نظاف في الجزائر، عندنا جزائريين نظاف في الخارج، ومدونين وصحفيين إلى غير ذلك. أهم يستدعيهم المجلس الانتقالي ويقول لهم باللي راكم مسموحين بعد دخلوا البلاد، واحدة يقيسكم مرحبا بكم في هذا الحراك، نسمعوكم كما نسمعوا الإطارات اللي في الحراك هذا، ونخرجوا من فوه من 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 فم الزجاجة بربي إن شاء الله، ونروحوا تروح الجزائر في يد أيادي آمنة بربي إن شاء الله. وكما يقول لك احنا هذا النظام بغيناه يرحل، كما قلت احنا ما بغينا لا عبد القادر بن صالح لا عبد الملك سلمان، ما بغينا حتى وجه من هاتي الوجوه. هاتي الوجوه يا اخي العزيز عمرت الكثير في الجزائر، هناك مسؤولين نهبوا وسرقوا الى غير ذلك، انا لا اذكر الاسماء، ولكن صدقني يا اخي العزيز 20 سنة هما يسرقوا في البلاد، داو دراهمنا كامل برا، واليوم حوسوا يتبنوا هذا الحراك. احنا الحراك هذا باذن الله تعالى سوف تتبناه ايادي امينه، سوف يتبناه شباب من خير شباب الجزائر، دكاتره واساتذه اقل من 60 سنه، اياديهم نظيفه، باتوا في الشارع، تميزروا مع ولاد الشعب، ابناء المدن الداخليه، وبربي ان شاء الله تروح. شكرا. نعم امينه. واكد اقول كلمه اخيره فقط. تفضل. حفظك الله ورعاك. فقط تفضل تفضل تفضل. بغيت نقول يا اخي العزيز،
لهذا النظام. بغيت نقول بركات، يعني انا اعلم جيدا ان الجزائر ما تاكلش ولادها تمضاهم ومسحمات بالعمش، اعلم ان الجزائر تحب ابنائها، احنا نحب الجزائر، ولكن هذ المسؤولين راهم كرهونا في البلاد يا اخويا العزيز، بغيناهم يروحوا كامل. انا كاقتراح من مواطن ضعيف معطوب ضحى من اجل الجزائر، بغيت نقول لهم روحوا كامل من المير الى غايه الوزير، ما بغيناهمش، بغينا حكومه جديده وجوه جدد، بغينا سياسة جديدة، ما بغيناش سياسة بن عمي، سياسة الحزب الحاكم، لا فلان هذه لازم يبقى رمز، وهذا الناس راهم خمجوا الحزب هذا، لا فلان لازم يروح يقعد كحزب، حزب جبهة التحرير الوطني نتاع الصورة، ماشي حزب نتاع دركا نتاع ميسيو إكس وميسيو إكراك، والحزب نتاع المصالح الشخصية، الحزب هذا ولا المعارضين سماهم خوانا. يعني لما تلقى طيب مسؤول في حزب حاكم معارض سياسي تسمي خاين، احنا ما نقبلوهاش، احنا بغينا جزائر جديده. في 20 ثانيه باش نختموا سي عمار، تفضل. في 20 ثانيه بغينا يا اخي العزيز، بغينا جزائر امينه، جزائر ايادي نظيفه، لا لجزائر السرقه وطبيب الاموال، لا جزائر بن عميس، احنا بغينا البلاد تكون مليحه، وبغينا النظام، انا صدقني واقولها بكل افتخار، بغينا النظام هذا كامل يروح يا اخويا العزيز، بغينا نظام جديد، نظام ما يقصيش حتى واحد سواء في الخارج ولا في الداخل، حتى الناس ما يحاوفين برا، ليمون داداري يا اخي العزيز، المدونين الصحفيين المعارضين راهم في بريطانيا في المان في فرنسا ما قدروش يشوفوا لي بارون تاعهم، واش داروا هذم؟ لازم يدخلوا للجزائر، يسمحوا لهم يجيو هنا ويشاركونا خويا الحراك نتاعنا، بغينا هاد الناس اللي في الخارج كامل، مدونين صحفيين معارضين سياسيين يعيطوا لهم يقولوا لهم سمحوا لنا رانا غلطنا معاكم، ادخلوا للجزائر، انتم احرار. ممتاز.